هي خاطر اذا واحد مش يقعد يلعب 6 7 ماتشات الاخر في البنك ما عادش هو حتى هو في التربص هذا نقولوا بلغتنا منذ سلك ها ماتشات الزوز سلك باعتبار انه فاروق مازال كي جا الترجي يعتبر ما فماش كومبيتيسيون وصرح وقال انه فاروق الحارس رقم واحد ومعز الحارس رقم اثنين يا سيدي بدينا البطوله ايوه ومعز ولا رقم واحد ولا حتى فاروق في الترجي معز يولي رقم واحد لا نحكيو على البطوله ترى في الترجي يا سيدي لعب فاروق مش لازم معز دونك معز ما عادش عنده مكان في المنتخب لا اثنين لا رقم اثنين لا رقم ثلاثة ما عادش باعتبار انه ما يلعبش في الفريق نتاعه والعكس وبالعكس اذا كان معز اذا كان معز وهذا الكلام انا مش نقولوها من توا اما سمير علاش انا حبيت نحكي على الجارديان كي تسمع الديكلاراسيون تاع منذر الكبير لكن حبيت نرجع لها اي فوالا الجزء الاول واضح ومنطقي وعنده الحق فيه قال انا جبت جارديان كان يلعب في السعوديه وجارديان من الاسبيرونس مازالوا مداش كومبيتيسيون وهذا منطقي مازالوا اما اللي قالوا من بعد قال وان شاء الله من بعد يكونوا اثنين جاهزين ويكونوا موجودين يعني معمل ساعدت لهم الزوج هذايا هومل توا سيحاسب عليه صحيت لانه احنا نمشيو بالمنطق نتاع لا كل لاعب موجود في المنتخب يلزم يكون يلعب خاصة حارس مرمى تقول لي ندخل في موضوع اخر تقول لي المساكن يشبيها لا جوريت ميسالش لا موجود حارس مرمى موضوع اخر حارس مرمى دونك هنا حارس يلزم يكون يلعب كومبيتيتيف اذا كان يلعب معز في الاسبيرانس ويورى فور مكبيريز يكون هو رقم واحد عادي وفاروق بعيد على المنتخب واذا كان فاروق بشبع ويكون الحارس الثاني يكون يلعب كومبيتيتيف واضح في اي جمعيه هذاك علاش سمعت ديكلاراسيون مش يصير فيها برشا فلوس ما حبش نتكلم توا خلي تبدا البطوله هو خلينا نتكلموا سمير هو خلينا نتكلموا قال ان شاء الله من بعد يكونوا جاهزين الزوز ويكونوا موجودين هو الاشكال عنده الترجي كي جابت بن مصر هو كيفاش انا مش عامل ماتش بماتش عملوا فاروق قبل العرض لا ما فهمتنيش عليك ما فاروق كان في جمعية توا باش نشوفوا الجواب شوفوا معناها الاختيار وهو ينجم يحط الناس الكل يطلع الفني يحط الناس الكل في حرج ويلعبوا ماتش بماتش ولا ميتو بين معز في الترجي هذاك يولي وزوز يبعدوا عليك الناس على الوقت موضوع سهل واحد منهم باش يكون جارديا وعندك معاهم ايمن دحمان وعندك معاهم عاطف الدخيلي وعندك معاهم جارديا تشكو هذايا موجودين اخي مثلا كان عندنا اربع خمسه جارديانات واللي يبدوا لي بليزون فور هما اللي يلعبوا نكملوا الخبر الاخير بسرعه بسرعه الكابتن على سيرك على التوكا مشاو وزوز للمنتخب الكوب دو موند لكن صدق عطوقة مشى كتكريم مشى كتكريم لانه عطوقة ما لعبش الموسم نتاع كاس العالم يلعب النيلي وعطوقة مش لعب عنده مشاكل مع الاتحاد الافريقي لكن مشى شتالي هزو خاطر لعب لي كاليفيكاسيون خاطر هو اللي اهل المنتخب لعب اهل المنتخب ولكن فما بين التاهيل وبين كاس العالم فما بضع الاشهر ولكن معناه مش تكريم كابتن ولكن صاروا له مشاكله مع الكلوب مش ولا هكا احنا نتكلموا عطوقة اسم كبير فور دوت الريزون مش معناها عطوقة راهو يلزمو ما يلعبش لا ما يمشي ديرني ماتش كاليفيكاسيون كان يلعب معناها قريب المونديال صارت له مشاكل مع الكلوب اللي هو بعد دونك وبرز النالي بصفه كبيره جدا وسي مع النادي الكابتن يعرف المونديال يفتق عمل ولا قبل المونديال اي مع الكلوب عيط له ولعبوا في ماتش فرنسا بلاتيني ماركانا في ليل 2-0 وكذا وقت النالي برز ممكن المشكله تاع تويسا وسكور بلاتيني واضح خلينا نتجاوز خاطر توا باش ما يقولوش الناس المحترمين اللي يسمعوا فينا يقولوا توا يتكلموا على فاروق فرد ومعز فرد ايكيب يلعب وهما هاوكا صارت نفس الحكايه على الكلوب والنيلي معناها فرد ايكيب ومشاو للمونديال بالضبط لا زوز يستاهلوا كابتن وسمير غدوه باش نحكي ان شاء الله على نجم رياضي ساعه باش نعطيوه اكثر وقت لانه الوقت قاعد يدين فينا باش نحكي على المسابقات الافريقيه باش نحكي زاد على الميركاتو اليوم زبير بيا كان عمل تصريح كان عمل فيديو